السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة للناس اللي ما تيناسوش يعني بكري لظروف معينة وما تيستفدوش من إفرازات الهرمون الميلاتونين اللي تيخليهم أنهم ينوضوا في الصباح بسرعة وبحيوية، فممكن أنهم في الليل ياكلوا كاوكاو. فكاوكاو هو واحد من بين التغذية المهمة اللي تساعد على إفراز هرمون الميلاتونين، رغم أن الإنسان اللي عنده هذا المشكل هذا ما تينقش مباشرة بعد العشاء باش يستافد من النوم العميق، فتينوض من ياخذ الإنسان هذا الكوكو هذا في الليل يعني على مائدة فارغة، ممكن أنه يعوض هذا النوم الباكر وينوض الإنسان في الصباح مرتاح وبكري. علاش؟ لأن الكاوكاو يتوفر على ثلاث مواد مهمة من أجل أنها تعطينا هذا هرمون الميلاتونين من شي وجبة غذائية. فالكاوكاو يتوفر على حمض أسيد فوليك، حمض الفوليك، لفيتامين بنف، وكذلك يتوفر على لفيتامين بسيس وعلى المنغنيز. هذا الثلاثي هذا هو الذي يشد هرمون السيروتونين اللي هو واحد من هرمونات السعادة الأربعة، اللي تتحول بدوره من تريبتوفان اللي ستكون في التغذية، اللي خاصكم ضروري تدخلوا ديروا بحث على تريبتوفان والتغذية اللي ستوفر عليها باش تعتمدوا عليها. هاد التريبتوفان هذا اللي تتحول سيروتونين، من بعد ملي تناخذوا من بين المواد اللي ستوفر على هاد الثلاثي اللي هو الاسيد فوليك ولا فيتامين بي 6 والمنغنيز اللي هو كاوكاو، تتحول السيروتونين الى ميلاتونين، وبالتالي تتنوض بكري بحال نعستوا بكري. نتمنى ان هذا الموضوع ينال الاعجاب ديالكم، والصحه هي اهم شيء في الحياه، وتبقوا على خير.